الله وبركاته. احنا النهارده جايين لكم تحدي جديد في القناه ميكس فيد. احنا النهارده جايبين كرتون تيوس سناكس او تيوس سيتي. ان احنا النهارده هنعمل تحدي ان احنا ماشي اسمه زياده, بيقول ان هو مشهور بزياده. التحدي النهارده ان عم ايمن هياخد النص وانا هاخد النص الثاني, ونشوف انه اللي هيجيله جوائز احسن, واللي هيجيله جوائز احسن هو الكسبان طبعا ان شاء الله. لا مش هيحصل, انا هاخد اربعه هم. خمسه هم وخمسه. شوف اكتر واحد هيجمع جوائز. طبعا استنى. هو ده خمسه بتوعهم, دول الخمسه بتوعي. يلا بينا نبدا. يلا عمر ماشي. لا ما هو مع بعض اهو. واحد اثنين ثلاثة. بسم الله غلب. ايه ده؟ طلعنا موتوسيكل. طب ودي زمرة؟ لا ده قلم. قلم؟ قلم جاي. انا طلعني موتوسيكل. بصوا دوت موتوسيكل. قلم اهو. ايه ده انا عرفت الموتوسيكل ده اللي هو نظامه ايه, اللي هو ترجع قلم هو يعني. قلم ده؟ قلم صبورة. قلم صبورة. خلاص اشتغل مدرس انت بقى. يلا حلو كده ده. عين شوف الموتوسيكل. بص ماشي هديتك حلوة يا عمر. دي لارا تاخده. خد يا لارا. خد يا لارا. ادي ده ليونس بقى. نفتح التانية. ده أول واحد. ديت أول هدية ليا. حط هنا. تاني. أكبر راحة. بسم الله يا رب. بسم الله. هتطلعي لي قلم. قلم برضه. قلم. لا ونفس النوع قلم صبورة. ده قلم ايه ده؟ ده قلم ايه ده؟ ايه ده؟ انا مش فاهم. ده قلم سنون ده متهيألي. ده بيكتب ايه ده؟ ده بيبيض ده. دلوقتي انا كسبت قلمين, مش عارف ايه فين المكاسب اللي هم بيقولوا عليها دي. وانا خلانه استيكه موتوسيكل. شيل ده كده. مش فاهم. انا متهيألي انا ما ماشي. جبت الموتوسيكل والقلم. افتح الثالثه اهي. اشتغل مدرس. حاضر يلا لارا نشوف هنكسب ايه تاني وحاجه حلوه ليك ان شاء الله. خد ايه ده؟ مسدس ميه؟ مسدس ميه ده؟ ايه ده؟ هو انا مسدس بتاع بيطلع. وانت زيه ولا ايه؟ ثانية ده انا هجربه على لارا. لا ثانية. وانا مسدس ميه. تصدق مسدس ميه حلو؟ بيتملى من هنا. كان عندنا واحد. انا هديتي احسن من بتاعتك. لا انا مسدسي بيضرب. بصوا. ده بتتشد كده اهو. ماشي. تركب الكرة على خبير اسلحة. الكرة وقعت تحت بره. ماشي عادي برضه. ماشي انا كده قلمين. ثلاث هدايا, ده المسدس واستيكا وموتوسيكل. وانا قلمين ومسدس ميه. ايه ده الكوره؟ الله الكوره جت من الله. نشوف بقى الرابعه. بسم الله يا رب يا رب يا رب يا رب. حاجه حلوه الكيس ده من فوق في هوا كتير يا رب. انا مش عارف افتح. دبابه. طب استنى لسه ما فتحتش. استنى يا عمر. هاتي ما افتحهولك. هات. خلاص فتحه. بسم الله. المكسب شكله حلو ان شاء الله. موتوسيكل زي بتاعي. زي بتاعي بالظبط. انا طلعني دبابه. ثانيه. واو. موتوسيكل حلو اهو. بترجع علاوس. جيب ظهرها دي ولا ايه؟ يا ابني انا فوق كده بتمشي. ايه ازاي يا عمر؟ طب يلا يلا هديتك موتوسيكل اهو. افتح اخر واحد. ولا اخر واحد برضه. ما تيجي نبدل. ده يبش بالخير خالص. لا هات. لا ان شاء الله يطلع حلو. عايزة ايه يا لارا؟ خد يا لارا دي هتنفعك. توكة. توكة؟ توكة؟ ده اديها لمين دي؟ ايه دي بقى؟
غويشة؟ لا دي مش غويشة، ثانية ثانية دي مش غويشة. لا لا هديتي هديتي والله اهي دي توكة اهي نديها كده نديها ما شاء الله مش غويشة اهي مش فك استنى كده استنى ايوه كده اه بتتفك في الكا في الكا خالص في الكا والله هفهمك والله هفهمك واديها ديت عبارة ان انت تفتحها كده اهي تفتحها على الاخر اه اهي وتقعد تعمل بقى اشكال اللي هو تقول لها كده تعمل بقى اشكال حلوه كده وساعات في ناس بتحطها على السلم كده اه عايزه استنى هدايتي انت ليك حاجتك وانا ليا حاجتي دلوقتي انا كسبت موتوسيك ومسدس ميه واللعبه دي مش عارف اسمها ايه بس هي شكلها حلو يعني حاجتي حاجتي هتداني بعد التصوير وقلمين قلم سبوره مش عارف ايه ده وده قلم صبوره برضو حاجتي يا استيكة كبير عني وقلم برضو اهو ودي استيكة وريني بقى عمر انت وريهم انت كسبت ايه ماشي انا طلع لي قلم من غير لباسه مش عارف اللباسه بتاعتي راحت فين قلم صبوره برضو اه وتوكه دي الله رب وموتوسيكل الموتوسيكل بتاع احسن ومش عارف في الكاوتش بتاع اللي قدام بايظ شويه ودبابة والمسدس ده ثانية بقى المسدس ده حاضر كده نكون انتهينا من التحدي وكانوا بيقولوا على التحدي ده يعني ان الكاس دي مليانه هدايا اكسسوارات وحاجات غاليه بتمنها بس زي ما انتم شايفين يعني توكه بناتي مسدس اطفال يعني موتوسيكل مش عارف موتوسيكل تاني مسدس ميه ثلاث اقلام واسيكه وحاجة كده مش عارفين اسمها ايه اسمها ايه يا عمر؟ زنبلك واتمنى يكون الفيديو عجبكم ومتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس واستنونا في تحدي جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي سلام